وهذه الصور وهذه الصور للعدوان على المسجد الأقصى دليل أن الصهاينة لا يلتزمون بالسلام أصلا. نعم أحسنتم. نعم هذا الاقتحام وهذا الاعتداء وهذه الاعتقالات و يعني قتل الناس اليومي بشكل دائم يدل على أن هذا العدو ليس له عهد ولا ميثاق ولا يمكنه أن يلتزم بسلام أو يعني اتفاق أيا كان هذا الاتفاق. يعني المؤسف أن هذا الاعتداء على قبلة المسلمين الأولى يتم في ظل هذا الصمت الرسمي الإسلامي، وكان هناك فيصلا يعني بين المقدسات الإسلامية، أليس العدوان على القدس مثل العدوان على مكة والمدينة؟ يعني أخي قضية القدس حقيقة في هذا العصر تمثل الفيصل بين فسطاط الإيمان وفسطاط النفاق. قضية القدس ويعني التعامل مع قضية القدس ويعني سواء التعامل معها من ناحية المقاومة أو من ناحية الناحية السياسية بشكل عام، هذه القضية تمثل حقيقة الفسطاط الذي يميز بين أهل الإيمان وأهل النفاق في هذه الأمة. فهذه القضية التي يمكن أن تفصل بين هذين الفريقين، والتي يمكن أن من خلالها لأي إنسان مؤمن من خلالها يستطيع الطفل الصغير أن يميز بين أهل الإيمان وأهل النفاق من خلال تعاملهم مع هذه القضية المباركة.